يعني شيش برك وكنافه غرامي هدول الطبقين، يعني انا واحد مالح وواحد حلو. رح ننتقل هلا لحتى نشوف كيف رح تبلش التحضيرات مع شيف حسين ورشه ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم مثل ما خبرتكم ببدايه الحلقه في عنا طبقين، الكنافه بالجبنه النابلسيه اللي هي من منتجات تونس فود، وفي عندي شيش برك. اليوم انا عجينه الشيش برك جيبها جاهزه، رح شيلها رح احضر لها اللبنات، فيني حطها بالفرن حوالي الخمس دقائق بس لحتى سخنها تسخين وحطها فوق اللبن، طبعا مع الكزبره ومع الثوم اللي بيعطوا نكهه. هون نحن موجودين فينا نحط الرز مع اللبن، لكن نحن خلينا نكسب وقت انا وياكم ونروح للكنافه. عندي عجينه الكنافه، جبت عجينه الكنافه فضيتها بصينيه، خليتها لحتى فترت، حطيت صينية تانية قدامي، رصيتهم بكعب الصينية حوالي السنتي بده يكون ارتفاعها. في عندي طنجرة على النار، رح جيب هيدي الطنجرة حطها قدامي، رح حط فيها، نحن بدنا نبلش نحضر الحشوة للكنافة، لكن مشاهدينا بدنا لكل كوب من المي بدنا 3 معالق حليب بودرة. رح انا احضر 2 كوب من اوكي، هول قدامي 2 كوب. شو رح اعمل؟ رح جيب الحليب البودرة قدامي، صرنا بدنا نحط هون 6 معالق. هاي وحدة، 2 3 4 5، هول 6 معالق. عندي كمان مشاهدينا من السميد، رح حط 2 معلقة كمان سميد ورح حطهم على النار. طيب هلا بهالوقت انا رح احرقهم. في عندي قطر وفي عندي سكر، إذا لاحظتوا أنا ما حطيت بعد لا قطر ولا حطيت سكر. أنا بحب حط القطر مع هيدا الطبق، بحب حط القطر مع الحليب ومع السميد، وراح نحط بعد كمان نكهة صغيرة أنا وياكم نضيفها اللي هي القرفة. هاي رشة قرفة ضفناها، رشة صغيرة، بتعرفوا القرفة بتعطي نكهة كتير طيبة لهيدا الطبق. ما كترنا قرفة، حطينا رشة كتير صغيرة. وعندي القطرات كمان، رح حط قطر. هيدا القطر انا حضرت القطر قبل الهواء. بدنا نحن هون مشاهدينا لكل كوب من كل كوب سكر نص كوب مي. اوكي حطيت القطرات شوي، ما كترت طبعا. عندي جبنة مبروشة، لكن مشاهدينا في عنا جبنة موتزاريلا مبروشة. الجبنة أنا اشتريتها مبروشة، حطيتها بالماي لحتى حلت، صفيتها وصارت جاهزة قدامي. ليه حليتها؟ لأن حتى جبنة الموتزاريلا بيكون فيها كمان ملح، فحليتها. تارك أنا الخليط لحتى يغلي الحليب مع السميد مع القرفة ومع القطر. بعد بدنا نحط شغلة بس لحتى تغلي. عندي شوي نشا، بدي احط تقريبا 2 معلقة نشا، ذوبها بالماي وضيفها كمان للحليب لحتى نحصل على عجينه متماسكه، ومنضيف مش عجينه، خليط متماسك ومنضيف له من جبنه الموتزاريلا. لكن عجينه تونس فود قدامي جاهزه حاضره بالصينيه. بعد ما احط الجبنه وتدوب الجبنه عندي، رح شيلهم حطهم بهاي الصينيه وارجع حط على الوجه كمان رشه من عجينه الكنافه وفوتها على الفرن على درجه حراره 180. وباخر فقره رح ارجع احضر صينيه ثانيه انا وياكم، وهلا بالعوده لك غيدا. مع محطه سينمائيه
وبنصح الكل اكيد يروح يشوفوا فيلم لسن او اسمعي اللي نزل امبارح بكل الصالات اللبنانيه للمخرج فيليب علاء تنجي مع مجموعه كبيره من الممثلين، هادي ابو عياش، يارا ابو نصار، ربا زعرور، ومشاركتين للنجمين جوزيف بو نصار وايضا للممثل رفيق علي احمد، بشارة عطلة وغيرهم من الاشخاص، وكمان في مشاركه كثير حلوه وكثير خاصه ومميزه لزميلتنا الاعلاميه لما لوند، واكيد افلام ثانيه بالصالات بنشوفهم هلا. Our Lord said to them, Go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature. ضمن أفلام هالأسبوع الفيلم الدرامي سايلنس عن راهبين بيروحوا على اليابان للبحث عن معلم لنشر الدين الكاثوليكي مع أندرو غارفيلد وليام نيسن، والإخراج لمارتن سكورسيزي. وثريلر سبليت عن ثلاث بنات بينخطفوا من قبل شخص عنده انفصام ل 23 شخصية مختلفة وبدهم يهربوا منه قبل ما تظهر شخصيته ال 24، مع جيمس ماكافوي، والكتابة والإخراج لأم نايت شاملان. The only chance we have is if all three of us go crazy on this guy. Who is that? Maybe she can help us. والفيلم الفرنسي الدرامي جوست لا فان دو موند عن كاتب عم بيعاني من مرض خطير وبيرجع لبيته بعد غياب طويل حتى يخبر عائلته انه ممكن يموت قريبا، مع ناتالي باي، فانسان كاسيل وماريون كوتيار. ورح ننتقل مباشره لعند هاديه واكيد عروض ازياء جديده على الموضه. صباح الخير لكل مشاهدينا، واكيد مع حلقه جديده من فقره موضه، بعدنا مكفيين باجواء الهوت كوتير اسبوع الموضه يلي جرى بباريس. اكيد باريس عاصمه الموضه، واجواء الهوت كوتير للربيع الصيف 2019 عم تكون مميزه، ومثل ما صرتوا بتعرفوا، اذا ما بتعرفوا بخبركم انه اسبوع الموضه بباريس اسبوع قصير، عدد محدد من المصممين اللي بيقدموا عروض الازياء، عدد كتير كبير من المصممين اللبنانيين اللي هن ضمن اسبوع الموضه الاوفيشال بباريس، واكيد كل واحد من المصممين اللبنانيين عم قدم ومجموعات مميزه، اكيد خلت كل محبين الموضه يحلموا، بالاضافه اكيد للماركات العالميه ودور الازياء العالميه اللي اصبحوا اسماء اللبنانيه كمان عم بتنافسها. يعني فينا نقول انه المصممين اللبنانيين مؤخرا صرنا تقريبا اكثر من 15 سنه اثبتنا اسمنا بعالم الموضه، وصاروا عالميا بيحسبوا حساب المصممين اللبنانيين. اليوم رح نشوف سوا من احدى العروض اللي اخذت نجاحات كثير كبيره ولفتت انظار عالم الموضه بطريقه التقديم، خاصه كانت مثل الحلم، وهي كان العنوان تبعها الحلم. وبالنسبة للمصمم الحالي اللي أصبح لوحده بعد ما كان هو موجود مع الديو تبعيته لمدة أكثر من مدة 10 سنين، هلأ صار لوحده. عن مين عم بحكي؟ عن بيير باولو، المصمم الحالي عن دار أزياء فالنتينو. فالنتينو أكيد مين منا ما بنعرف فالنتينو. فالنتينو من إحدى أهم دور الأزياء بعالم الموضة. فالنتينو أكيد ماركة إيطالية. المصمم فالنتينو صار له فترة أخذ مثل تقاعد من عالم الموضة، ومن بعد ما تقاعد انضموا لهالدار العريق مصممين إيطاليين، وهن بيير باولو وماريا كراسيا شوري. ماريا كراسيا شوري مثل ما سبق وخبرتكم قبل مطولا انتقلت على دار أزياء ديور، وهي بتنعد أول ست بدار أزياء ديور لتستلم مركز كرياتيف دايركتور. أما مسيو بييرو بهيدي الفترة، بس هيك لخبركم هيك انسايد انفورميشن اللي بس هيك مثلا بنطلع نحن على المجموعات، بس بهيدي الفترة لما المصمم
فلت، كلهم صاروا يسالوا هل لانه كانوا معروفين بقوتهم اثنيناتهم كديو، صاروا عم يتساءلوا اكيد الدار فالنتينو مش رح يكون مثل ما عودونا هديو، خاصه انفصلوا هديو بعد ما كانوا يشتغلوا مع بعضهم لمده طويله، لكن اثنيناتهم اثبتوا وجودهم واثنيناتهم اثبتوا وجودهم بكل محل موجودين فيه، لا مثل ما بيقولوا على طول في مصمم اقوى من مصمم لما بيكونوا ديو، خاصه لما بيعطوا كل واحد بيعطي شيء على طريقته الخاصه فيه. على كل حال هل موسم لربيع صيف 2017 مصمم بيير باولو خبر قصه وهي قصه الحلم، وبالنسبه للمصمم انه ما في انسان منا عايش على وجه الارض ما بيحلم، سو هيدي المجموعه كانت الحلم يلي انعكست على كل قطعة من هالمجموعة بطريقة عن جد مثل الحلم، وبتنعد هيدي المجموعة لربيع صيف 2017 من إحدى أحلى المجموعات يلي تقدمت لها الموسم بأسبوع الموضة للهوت كوتور بباريس. خلينا ننتقل ونشوف سوا ونبتدي الحلم لربيع صيف 2017. وبحب ذكر أنه هيدي المجموعة مجموعة الهوت كوتور، يعني إذا حبيتوها فيكم تقصدوا دار أزياء فالنتينو بإيطاليا وكمان مركزه بفرنسا وتاخذوا الموعد حتى يبتدي الحلم تبعكم للمناسباتكم يلي مثل الحلم بدها تصير بهيدي الفترة الصيفية، يلي أكيد بفترة الصيفية المناسبات بتكتر أكتر وأكتر. ننتقل وبنشوف سوا مجموعة فالنتينو.
فإذا المجموعة اللي عم نشوفها هي مجموعة الرينيسانس على غريك جودس، يلي كل قطعة من القطع كانت مثل الحلم عند المصمم. والحلو والقوة بهيدي المجموعة كانت النظافة والبساطة بنفس الوقت. وبيقول المصمم Dreams make us human، الحلم هو بيعملنا بيصنفنا كنوع كإنسان، خاصة بطريقة التعبير وأكيد بالجمال لما نعكسه حوالينا. فإذا هيدي هون عم نشوف المصمم بيير باولو بيتشولي، وهيدا المصمم يلي أصبح لوحده بدار أزياء فالنتينو. وبحب ذكر أثبت وجوده بهيدي المجموعة أكثر وأكثر، خاصة إنه هيدي كانت أول مجموعة لإله للهوت كوتشير بيقدمها لوحده. حتى كمان في مجموعة البريتا بورتي يلي هي كمان أصبحت بالبوتيكات فالنتينو بأنحاء العالم، يلي كمان لربيع صيف 2017. فإذا لكل الأشخاص اللي حابين يفوتوا بأجواء الجادة كلياتها البساطة والنعومة، في كونتراكسو على مجموعة فالنتينو لهالموسم للكوتشير. أكيد بتكون تلفنوا لتاخذوا موعد، وأكيد لتحصلوا على القطعة بدها فترة معينة، يعني كنت تعملوا سكادجول قديش وإمتى المناسبة الحلوة تبعيتكم. وهيك مع هالعرض الحلو تنتهي فقرة على الموضة. أكيد أنا إن شاء الله بشوفكم نهار الثلاثة، وأكيد رح نكفي سوا القسم الأهم من أجواء الهوت كوتشير، وهو مصممينا اللبنانية يلي لمعوا لربيع صيف 2019 مثل العادة بباريس. ننتقل لعند غيدة لتخبرنا أكثر شو في عنا بعالم الصباح. شكرا هادية، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، وحتى يساعوا علينا تيابنا كيف بدنا ننتبه على الاكلات مع كارلا بخفيف نظيف. خليكن معنا.